صباح الخير عليكم وصباح العافية لكل متابعينا عبر صباح الشروق. والرياضة الصباحية أهميتها مهمة بالنسبة لنا كمال الأجسام لصحتنا، حتى الأمراض الممكن تكون صعبة الرياضة هي قادرة إنها تزيل لنا كل الأمراض، وقادرة إنها تخلينا نعيش في سلام وصحة جيدة. عشان كده بنلقى أنواع الرياضة ذاتها مختلفة، في زول بيمشي الجيم، وفي زول بتريض في البيت، وفي زول بيفضل ساعة بتاعت مشي يوميا، وهي كلها أنواع مختلفة وفي نفس الوقت مهمة لصحة الإنسان. خلونا نشوف صالتنا في الجيم وتماريننا الرياضية الممكن نستفيد منها، وممكن كمان تتابعونا الآن وتطبقوها في البيت مباشرة. نشوف صالة الجيم ونرجع نشوف ما تبقى من فقراتنا في صباح الشروق. النماذج اللي اتعملت من شوية هي للعضلة الرباعية بالنسبة للأرجل. بالنسبة للتمرين الأساسي هو في الأرجل هو الخرفساء الاسكوات، بعد ذاك تمرين الليك بريس برضو بيستهدف بصورة كبيرة العضلة الرباعية، بعد ذاك تمرين الخطوة، في منها نموذجين، احنا عملنا نموذج واحد اللي هي الخطوة الثابتة، بعد ذاك في خطوة متحركة. فكل التمارين دي مستهدفة العضلة الرباعية الأمامية للأرجل، وهي عضلة مهمة جدا مسؤولة عن حماية المفصل بتاع الركبة. بعد ذاك إن شاء الله الفقرة الجاية حنتكلم عن العضلة الثلاثية الهامسترينج، حنتكلم عنها ونديكم نماذج إشارة بتاع التمارين دي.